السكرتيرة انك من قبل لا تشكره. نعم. نصيبك مثل ما اتفقنا. ومين قال لك انه اتفقنا؟ انا قلت لك مين ضيفة. شروطك ولا؟ اول شيء انا العميد ولا. ثاني شيء حصتي 50%. وثالث شيء انت. فشلت. انت بتعرفي كلمة مثل هيدي شو ممكن تعمل بيالي بيقولها العميد؟ ما تكون مفكر اذا جيت لعندك بكون عم بتنازل. انت بتعرف تهديد لندوشكا مثل هيدا شو بكلف صاحبه. ولا كثير جريئة تحكيني بهالطريقة وبمكتبة. اصلا انت لو كنت قد الرتبة يلي حملها ما كنت سمحت لي اتفاوض معك. حديد هون بس عم تتطاولي على امن الدولة. عم بتطاول عليك شخصيا ولا عم بتطاول على نزاهتك وامانتك وعدم الفساد تبعك. مش انت يلي بتحاضريني بالامانه والنظافه يا ست نادوشكا. شو بمسك بس اسمع هالكلمه